التحدي ما بين نجم احمد زاهر مع بنته ليلى زاهر. شوفي يا ليلى تفكيرك كده. العيال كبرت يا جماعه، حد يجيب ماشي عشان احنا نمسك البت دي. انا بنتك. انا انتوا هتتسجنوا. 3000 4000 5. انا شرفني ان انا اتقدم لليلى بنتك، بس انا قلت له اللي رايدني صحيح يجي يقول لابويا. وعرش ربنا ما كنتش متخيله ان الموضوع يوصل لحد كده. ياخد بنتي ويروح بيها. هديله بصه فرحت عامل كده اهو. لو قلتي كلمه بابا قدام حد بحبك يا ست مولي. يا ولا انتوا الاثنين هتحطوا ايديكوا في الصندوق وتخطفيها الاول. ما تدخلش ايدك باروكه. لا انا كسبت يا جماعه. ايه بنتي بنتي. لحظه الحقيقه، امورتي الحلوه بقت طعمه، بقت طعمه وليها سحر جديد. بعدين بقى صح 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 كده. انا سينيوريتا هلف العالم والخريطه مش على زيزو. ولا ايه يا دمونه؟